هذه مدينة بنما، عاصمة جمهورية بنما في قارة أمريكا الوسطى، أو زي ما أنت شايفين تطلع عليها معالم الثراء، وذلك بسبب قناة بنما لأنها تجلب البلد يعني كمية دخل عظيمة جدا سنويا. ورغم مظاهر الحداثة هذه، تعتبر مدينة بنما أول مدينة بنوها الأوروبيين لما اكتشفوا العالم الجديد أمريكا. وهذه إحدى الساحات في البلد القديمة، وتظهر الكاتدرائية العريقة والمباني ذات الطراز المعماري القديم